السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين الجرمان على الدرس الثالث والرابع من الوحدة الرابعة كتاب جاينتس العمالقة لعام 2024. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لك الفيديو وتشير مع زملائك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام، ولو دي أول مرة تشوف القناة شرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ. بسم الله. أول سؤال عندي بيقول You shouldn't have not TV so late last night. الإجابة هتكون should have، بيجي بعدها تصريف ثالث، يبقى الإجابة هتكون watched. ما بيجيش بعدها تو زائد المصدر ولا verb ing ولا verb مضاف إليه is أو yes. Number 2 You should not to learn better time management skills. الإجابة هتكون try، وده بسبب بسيط ان should بيجي بعدها مصدر الفعل بدون اضافات. Number 3 When you go to Alex next week you not with uncle علي. الاجابة هتكون you could stay. بيقول له next week يعني الاسبوع القادم، ده بستخدمه مع الماضي وده بستخدمه مع الماضي، ودي ما تنفعش من غير تو معاها. Number 4 She was angry with him he not have talked to her that way. الإجابة هتكون shouldn't، والجملة معناها بيقول هي كانت غاضبة جدا، لم يكن ينبغي عليه أن يتحدث إليها بهذه الطريقة. طبعا مش هينفع كانت ولا mustn't ولا could، لأن هنا أنا محتاج أعبر عن اللوم والعتاب عن شيء حصل في الماضي. Number 5 Why did you drive so fast؟ رد قال له you got an accident. لا ده مش رد عليه، بيقول له ايه you could have had an accident، التعبير عن شيء كان محتمل حدوثه في الماضي. بيقول له لماذا انت كنت سايق بسرعة جدا، كان ممكن جدا وارد انك ترتكب او تتعرض لحادث. Number 6 I stayed late at work last night I not a taxi but I didn't as I preferred to walk home with a friend. الإجابة هتكون could have taken، وهنا بتعبر عن possibility في الماضي، شيء كان محتمل حدوثه لكنه لم يحدث. بيقول انا سهرت متأخر في الشغل الليلة الماضية، كان ممكن اخد تاكسي لكن انا ما خدتش تاكسي لان انا فضلت ان انا امشي للبيت مع صديقي. احتمالية طبعا في الماضي. Number 7 You could not ask me for help if you were feeling so stressed. الاجابة هتكون could have تصريف ثالث، could have تصريف ثالث اللي هي زي المثال اللي احنا خدناه كده فوق. طبعا كل ده غلط. Number 8 you should have done your homework yesterday this expresses not. should have تصريف ثالث بتعبر عن blame او اللوم، مش بتعبر عن التمني ولا النصيحة. should اللي بتعبر عن النصيحة بيجي بعدها مصدر، ما بيجيش بعدها have تصريف ثالث. deduction اللي هو الاستنتاج. Number 9 You not have exceeded the speed limit now you have to pay a fine. الإجابة هتكون you shouldn't have exceeded، وده أفضل مثال يعبر عن اللوم أهو. بقوله لم يكن ينبغي أن تتجاوز السرعة المحددة، الآن يجب أن تدفع غرامة، يبقى هنا بتعبر عن اللوم، بيلومه انه هو تعدى او تجاوز السرعة المحددة. Number 10 What not yesterday to avoid making that bad mistake I feel sorry now. الإجابة هتكون What should I have done. ماذا كان ينبغي علي ان افعل بالامس لكي اتجنب ارتكاب هذا الخطأ السيء جدا، انا اشعر بالاسف الان. طبعا هنا بقول انا كان مفروض اعمل ايه، يعني طلب لنصيحة في الماضي، بس طبعا خلاص اللي حصل حصل. Number 11 He not studied the lesson well He answered all the questions wrong. الإجابة هتكون He couldn't have studied the lesson well. طب دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن شيء استحالة يكون حصل في الماضي،
يعني بتعبر عن الديدكشن الاستنتاج. هو بيقول يعني لا يمكن يكون ذاكر كويس ده جاوب كل الأسئلة غلط، يعني هو ما ذاكرش أصلا. Number 12 Ronnie got very low marks he knew at the faculty he preferred. الإجابة هتكون couldn't have joined، يعني لا يمكن يكون التحق بالكلية أو لم يكون قادر على أن يلتحق بالكلية اللي هو إيه بيفضلها. يقول لي رامي حصل على درجات متدنية ومنخفضة جدا. He couldn't have joined، لا يمكن يكون التحق بالكلية اللي هيفضلها، برضو بتعبر عن عدم احتمالية حدوث شيء في الماضي. Number 13 You have made a silly mistake you not more careful. الإجابة هتكون should have been، اللي بتعبر عن نصيحة في الماضي أو بتعبر عن البلين برضو اللي هو إيه اللوم. بيقول له أنت ارتكبت خطأ سخيف كان مفروض تكون أكثر حرصا. Number 14 I didn't know you were in my city yesterday. You know at me. الإجابة هتكون should have phoned. بقول له أنا ما كنتش أعرف إنك في مدينتي بالأمس. كان ينبغي عليك أن تتصل بي. Number 15 I know I downloaded that program. Now I have a virus on my laptop. الإجابة هتكون shouldn't have. برضو بتعبر عن اللوم. بقول لم يكن ينبغي أن أقوم بتحميل هذا البرنامج. الآن أنا عندي فيروس على اللابتوب بتاعي. هنا في لوم، بيلوم نفسه. Number 16 I blame you for making noise. You know that. الإجابة هتكون shouldn't have done that. يعني لم يكن ينبغي أن تفعل ذلك. أنا ألومك على making noise، على صنع الضوضاء أو عمل دوشة، يعني لم يكن ينبغي عليك فعل هذا. Number 17 علي نقط being unkind to his sister آية. He knew she would be upset. الإجابة هتكون shouldn't have been unkind، يعني لم يكن ينبغي على علي أن يكون غير لطيف مع أخته. هو يعرف أنها كانت ستتضايق، هو كان عارف أن هي هتتضايق، ولم يكن ينبغي عليه أنه يكون سخيف جدا في التعامل معها. Number 18 Why did you stay at a hotel when you were in London? You were not with Tom. الإجابة هتكون could have stayed. والجملة بتعبر طبعا عن احتمالية في الماضي، والجملة بتقول لماذا أنت أقمت في فندق عندما كنت في لندن؟ كان بإمكانك أن تمكث أو تقيم مع توم. Number 19 He not have enjoyed the journey. It was too boring and hot. الإجابة هتكون couldn't. وطبعا دي بتعبر عن الاستنتاج في الماضي أو deduction، شيء كان يعني مستحيل يحصل في الماضي أو غير محتمل حدوثه في الماضي. الجملة بتقول هو لا يمكن يكون استمتع بالرحلة لأن الجو كان حر جدا والرحلة كانت مملة جدا، فلا يمكن يكون استمتع. Number 20 I should have obeyed my mother. This sentence expresses not. الإجابة هتكون regret، يعني الندم. هو بيقول كان ينبغي أن أطيع والدتي، كان مفروض ان انا اسمع كلام والدتي. الجملة دي بتعبر عن الندم، مش الامكانية possibility ولا فكرة جيدة ولا suggestion يعني اقتراح. Number 21 You know up the boat if you had been here at 1 o'clock but it has gone now and it's too late. الاجابة هتكون could have caught. والجملة معناها كان ممكن تلحق القارب او المركب لو كنت هنا او لو كنت جيت هنا الساعة 1، لكن هو مشي دلوقتي القارب، يعني and it's too late والوقت بقى متأخر جدا. دي بتعبر عن possibility in the past، امكانية في الماضي، كان ممكن يلحق بس هو ملحقش. Number 22 You not shouted at your sister. It was the wrong thing to do. نفس المعنى بتاع جملة رقم 17، يبقى نقول You shouldn't have shouted. لم يكن ينبغي أن تصيح في وجه أختك أو تزعق فيها، يعني ده كان شيء خطأ wrong أن تفعله.
Number 23 هي نقط being a great doctor he had the ability but he didn't want to work hard. الإجابة هتكون could have been وبتعبر عن possibility in the past إمكانية كان ممكن تحصل في الماضي. والجملة معناها كان ممكن يكون دكتور عظيم كان عنده القدرة لكنه لم يرد أن يعمل ويذاكر بجد. Number 24 you shouldn't not television for so long your eyes are so red. الإجابة هتكون have watched والجملة بتعبر عن اللوم أو البليم بقوله لم يكن ينبغي أن تشاهد التلفاز لفترة طويلة جدا عينك حمرة جدا. Number 25 you not do your homework with other students. الإجابة هتكون could do واللي بتعبر عن العرض بقوله كان الاقتراح أنا آسف أنا بتعبر عن suggestion الاقتراح بقوله بإمكانك أو بمقدورك أن تعمل الواجب مع طلاب آخرين. Number 26 you not your provision it is my advice. الإجابة هتكون should plan طبعا should بتعبر عن الادفايس في المضارع بقوله ينبغي أن تخطط للمراجعة بتاعتك إنها نصيحتي. Number 27 you not take more breaks. الإجابة هتكون should have والجملة معناها كان ينبغي عليك أن تأخذ استراحات أو فترات استراحة أكثر. طبعا تيكن ده تصريف ثالث محتاج بعد منه محتاج يكون قبل منه حاجة فيها have طبعا ده مش هتنفع ودي مش هتنفع وده هي من غير تو معاها مش هتنفع. Number 28 you not your father yesterday the problem was too serious for you to solve alone. الإجابة هتكون should have consulted واللي بتعبر عن اللوم برضو بقوله كان ينبغي أن تستشير والدك بالأمس المشكلة كانت خطيرة جدا جدا إنك تحلها بمفردك. Number 29 he failed all his exams he not a clever student. الإجابة هتكون couldn't have been طبعا الجملة بتعبر عن ال deduction بيقول إن هو رسب أو فشل في كل امتحاناته لا يمكن يكون طالب شاطر طبعا ده استنتاج بناء على الجملة الأولى. Number 30 تامر نقط there his car keys are still here. برضو ده استنتاج بيقول couldn't have driven يعني لا يمكن يكون ساق وقاد السيارة بتاعته هنا لأن مفاتيح عربيته لسه موجودة فلا يمكن يكون ركب العربية يعني برضو ده استنتاج بناء على الجملة الأولى. Number 31 he failed his exam he not hard. الإجابة هتكون should have studied وبقول هو رسب في امتحانه كان ينبغي عليه أن يذاكر بجد الجملة دي بتعبر عن اللوم أو العتاب. Number 32 I not practiced playing the piano last week but I was lazy and now I regret it. الإجابة هتكون should have والجملة طبعا بتعبر عن الندم حتى هو بيقول في الآخر أنا دلوقتي ندمان بيقول كان ينبغي أن أمارس عزف البيانو الأسبوع الماضي لكن أنا كنت كسول والآن أنا نادم. Number 33 his health has got worse he not to hospital last week but he was careless. الإجابة هتكون should have done والجملة بتعبر عن اللوم بيقول صحته ازدادت سوءا كان ينبغي عليه أن يذهب إلى المستشفى الأسبوع الماضي لكنه كان مهمل. Number 34 she not being lazy she neglected all her lessons so her teacher punished her. الإجابة هتكون she shouldn't have been lazy يعني لم يكن ينبغي عليها أن تكون كسولة هي أهملت كل دروسها ولذلك المدرس بتاعها عاقبها طبعا هنا الجملة بتعبر عن اللوم. Number 35 I am broke I not have been more careful about money. الإجابة هتكون should برضو اللي بتعبر عن الريجريت الندم والجملة معناها أنا مفلس كان ينبغي أن أكون أكثر حرصا بشأن المال. Number 36 Ronnie not in the club last night he was busy working in his office. الإجابة هتكون couldn't have been اللي بتعبر عن الديدكشن أو الاستنتاج في الماضي أو شيء لم يكن محتمل حدوثه في الماضي والجملة بتقول معناها يعني راني لا يمكن يكون كان في النادي الليلة الماضية لأنه كان مشغول جدا بيشتغل في المكتب بتاعه. Number 37
she نقط met Ayman in the club yesterday because he was ill. الإجابة هتكون couldn't have met، برضو اللي بتعبر عن الاستنتاج. والجملة بتقول هي لا يمكن تكون قابلت أيمن في النادي امبارح لأنه كان مريض. Number 38 you not put your coat on the floor now it's dirty. الإجابة هتكون shouldn't have put، يعني لم يكن ينبغي عليك أن تضع البلطو أو المعطف بتاعك على الأرضية، الآن هو متسخ، يعني بتلومه. Number 39 I traveled by train I not by car but I felt tired. الإجابة هتكون could have traveled، يعني شيء كان محتمل حدوثه في الماضي لكنه آثر ألا يفعل. الجملة معناها أنا سافرت بالقطر امبارح، كان ممكن أسافر بالعربية لكن أنا كنت أو حسيت بالتعب. Number 40 the car broke down again it not repaired well yesterday. الإجابة هتكون couldn't have been، برضو بتعبر عن الاستنتاج. والجملة معناها ان العربية عطلت مرة تانية، لا يمكن تكون اتصلحت بشكل كويس بالامس. الراجل بيستنتج انها لا يمكن تكون اتصلحت كويس لانها تعطلت تاني منه. Number 41 how do you not to work in this heat without air conditioning. الإجابة هتكون how do you manage to، طبعا تنفع succeed بس تغير حرف الجر تخليه ان وتخلي work ده هي working عشان succeed ان بيجي بعدها verb ing، وable ما تنفعش وcapable ما تنفعش عشان عندي الفعل المساعد do، ودول بيجي معاهم الفعل المساعد بيكون verb to be اللي هو مثلا how are you able to او how are you capable of. Number 42 I tried hard to repair my car but I not so I got a mechanic to check it. الإجابة هتكون couldn't، والجملة معناها أنا حاولت بجد إن أنا أصلح العربية بتاعتي لكن I couldn't، لم أستطع. والجملة دي بتعبر عن عدم القدرة على فعل شيء في الماضي، لذلك أنا جبت أو خليت جعلت يعني ميكانيكي يفحصها. Number 43 حامد was working with me all day so you not seen him at the park. الإجابة هتكون couldn't have seen اللي بتعبر عن الاستنتاج في الماضي. بيقول حامد كان بيشتغل معايا طول اليوم لذلك لا يمكن تكون شفته امبارح في الحديقة العامة. Number 44 الشخص الاول بيقول علي fell off his bike this morning he hurt his head، يعني علي وقع من على العجلة بتاعته النهاردة الصبح وجرح رأسه او اتعور في دماغه يعني. فالشخص التاني هيرد عليه يقول له he not been more careful. الإجابة هتكون he should have been، يعني كان ينبغي عليه أن يكون أكثر حذرا أو أكثر حرصا. والجملة بتعبر عن اللوم. Number 45 it wasn't necessary to buy all that food we have enough in the fridge you not more. الإجابة هتكون needn't have bought اللي بتعبر عن عدم الضرورة في الماضي. وهو بيقول له هنا it wasn't necessary لم يكن ضروري ان هو يشتري كل هذا الطعام، احنا لدينا ما يكفي في التلاجة. You needn't have bought، طبعا needn't have تصريف ثالث بتعبر عن عدم الضرورة في الماضي ومعناها ان الشيء حصل. عرفنا ازاي انه حصل؟ لان هو بيقول ما كانش له داعي كل الاكل ده، احنا عندنا ما يكفي، فواضح ان هو ايه ان هو اشترى. طبعا didn't have to buy بتعبر عن عدم الضرورة في الماضي بس معناه ان الشيء ما حصلش. Number 46 I not this car I haven't reached an agreement yet. الإجابة هتكون I might buy اللي بتعبر عن الاحتمالية، وبيقول انا ممكن اشتري او محتمل اشتري هذه السيارة، انا لم اصل الى اتفاق حتى الان. Number 47 there is a chance that Baher will win the game this means that he not win the game. الإجابة هتكون might لأن كلمة chance معناها فرصة أو احتمال، وطبعا طالما احتمال يبقى هنختار might. Number 48 the boys ought to have made so much noise in the library. الإجابة هتكون ought not to، طبعا should ما بجيش بعدها to، ought ينفع يجي بعدها to، must not يعني must not هتقول the boys must not to، طبعا must ما بقيش بعدها to حتى ولا بعد not، فاضل عندي ought
تو ولا اوت نوت تو؟ تعال بقى للمعنى، هتقول الاولاد ينبغي ان، او كان ينبغي ان هم يعملوا هذه الضوضاء في المكتبة، ولا لم يكن ينبغي؟ انا محتاج هنا النفي، لم يكن ينبغي عليهم ان يقوموا بهذه الضوضاء في المكتبة. نمبر 49، he said if I were you I would study hard. He ought me to study hard. الإجابة هتكون he advised me. بيقول هو قال لو أنا مكانك هذاكر بجد. هو إيه إن أنا أذاكر بجد؟ he advised me، هو نصحني أن أذاكر بجد. مش deny يعني ينكر، ولا warn يعني يحذر، ولا accused يعني يتهم. Number 50، if you give me some money I ought to go shopping. الإجابة I will be able، ودي الحالة الأولى من if وجاي بعدها مضارع بسيط، وطبعا هنا أنا محتاج مستقبل. ما ينفعش will مع كان مع بعض، الاتنين دول غلط. could ما تنفعش، could بتيجي في الحالة التانية الإف، إنما أنا عندي الحالة الأولى عشان ده مضارع بسيط اللي هو give، وكان ما ينفعش يجي بعدها to، فهنختار will be able to. Number 51، a small cat had somehow surviving the fire. الإجابة هتكون succeeded in، عشان succeed in بيجي بعدها verb ing، manage to بيجي بعدها مصدر، was able من غير to ما تنفعش، وبيجي بعدها مصدر، could ما بيجيش بعدها verb ing. Number 52، when I was younger I not stay up late all night and not get tired. الإجابة هتكون could، وبتعبر عن القدرة في الماضي، وبيقول عندما كنت طفلا صغيرا كنت بقدر أسهر طول الليل من غير ما أتعب. المسألة اللي بعد كده نمبر 53، in the past women not do certain jobs. الإجابة هتكون couldn't، اللي بتعبر عن عدم القدرة في الماضي. بيقول في الماضي النساء لم يكن يستطعن أن يقمن ببعض المهام المحددة. طبعا احنا بنتكلم في الماضي، بقى ما ينفعش كانت ولا ويل ولا شل. نمبر 54، you not smoke in public transport it's forbidden. طالما قال لي it's forbidden يبقى على طول هناخد mustn't، اللي بتعبر عن المنع والحظر والتحريم. نمبر 55، I not get a permit before I go out of the factory or I won't be allowed to leave. الإجابة هتكون I have to، اللي بتعبر عن الإلزام والضرورة التي ليس لدي فيها أي اختيار، والجملة معناها أنا يجب أن أحصل على تصريح قبل أن أخرج من المصنع، وإلا لن يسمح لي بالمغادرة. Number 56، you not take an umbrella if you are going to Aswan it doesn't often rain there. الإجابة هتكون don't need to، اللي بتعبر عن عدم الضرورة، والجملة معناها أنت لست محتاجا أن تأخذ شمسية معاك لو أنت رايح أسوان، لأنها لا تمطر غالبا هناك، ما بتمطرش هناك غالبا يعني، فدي بتعبر عن عدم الضرورة. تنفع كمان don't have to، بس هو هنا نفيها لي بطريقة خاطئة، haven't to ده نفي خاطئ، نفي الصحيح don't have to. Number 57، you mustn't park here it is not. الإجابة هتكون forbidden، ودي حللنا عليها مسألة رقم 54 هتكون شبهها بالضبط، forbidden يعني ممنوع أو محظور. Number 58، you needn't answer all the questions answer 2 out of 6 needn't here expresses not. الإجابة هتكون lack of necessity يعني عدم الضرورة، والجملة معناها أنت لست محتاجا أن تجيب على كل الأسئلة، جاوب 2 من الستة. needn't بتعبر عن ايه؟ عن عدم الضرورة، necessity الضرورة، prohibition الحظر والمنع او التحريم، impossibility يعني الاستحالة. Number 59، following rules of cleanliness is our not to avoid infection. الاجابة هتكون must، must يعني طالما هيتحط قبلها ايه يبقى معناها ضرورة مش معناها يجب ان، وجملة معناها اتباع قواعد النظافة ضرورة لتجنب العدوى. prohibition الحظر زي ما قلنا، unnecessary صفة معناها غير ضروري، ونecessary صفة معناها ضروري. طب ليه ما خدناش الصفة اللي معناها ضروري؟ لوجود طب لو حذفنا وان من السؤال يبقى الإجابة هتكون necessary. Number 60، I am not a taxi to the hospital she wasted her money I promised I would give her a lift. الإجابة هتكون needn't have taken،
اللي بتعبر عن عدم الضرورة في الماضي، والجملة معناها ان آية ما كانش لازم او ما كانش ضروري انها تاخد تاكسي للمستشفى، هي ضيعت فلوسها في الفاضي، انا وعدتها ان انا اوصلها او اديها توصيلة. ليفت هنا معناها توصيلة بعربية يعني. طب نيد انت بتعبر عن ان الشيء حصل ولا ما حصلش، بتعبر ان الشيء حصل، لكن didn't have to بتعبر ان الشيء ما حصلش. طب انا عرفت ازاي انه حصل ولا ما حصلش؟ بيقول له هي ضيعت فلوسها، she wasted her money، يبقى هي ايه؟ يبقى هي خدت تاكسي. Number 61 you not renew your passport as you are traveling to London next month. الاجابة هتكون have to اللي بتعبر عن الضرورة والالزام الخارجي الذي ليس لدي اي اختيار فيه، والجملة معناها يجب انك تجدد جواز السفر بتاعك لان انت مسافر لندن الشهر القادم. Number 62 did you paint the room. واحد بيسأل واحد بيقول له انت دهنت الحجرة، فالتاني قال له no I not it، وفي فول ستوب اهو، it was recently painted، ده كانت مدهونة حديثا. يبقى هيقول له ايه؟ طالما هي لسه مدهونة يعني يبقى I didn't have to، لم يكن يجب علي او لم يكن من الضروري. طبعا دي بتعبر عن عدم ضرورة ايه في الماضي، ومعناها ان الشيء ما حصلش. Number 63 علي نقط to take his sunglasses because it was cloudy. الاجابة هتكون didn't have to take، برضو بتعبر عن عدم الضرورة، بيقول ان علي لم يكن عليه او لم يكن ضروري ان هو يأخذ نظارة الشمس بتاعته لان الجو كان مغيم، فما كانش له داعي ان هو ياخد السان جلاسز بتاعته. Number 64 we should go to the cinema tonight should hear expresses dot. الاجابة هتكون suggestion بتعبر عن اقتراح، والجملة معناها ينبغي ان احنا نذهب للسينما الليلة دي. طبعا هنا بتعبر عن الاقتراح مش بتعبر عن النصيحة ولا الندم ولا التصريح او اعطاء الاذن. Number 65 I could have traveled by car but I traveled by train. This shows possibility in the past، يعني إمكانية في الماضي مش قدرة في الماضي ولا ندم ولا اقتراح. Number 66 you should study hard should hear expresses. واضحة جدا دي بتعبر عن الادفايس يعني النصيحة. Number 67 I should have studied hard last year. This expresses not. الإجابة هتكون regret يعني الندم، بيقول كان ينبغي أن أذاكر بجد العام الماضي. Number 68 وآخر سؤال معنا علي should have called her yesterday. يعني كان ينبغي على علي أن يتصل بها بالأمس. This expresses وهذا يعبر عن البليم اللي هو اللوم والعتاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. لو حد عنده أي استفسار يقدر يتواصل معي على الواتس. أتمنى لكم التوفيق، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.